شكون اللي اختار الاسم؟ هو الاب ديالي. الاب ديالي كان يعني دائما ينتظر الذكر، وانا طبعا الوالد من اسره ريفيه والوالده ايضا ريفيه ولكن مسقط راسها في تطوان، وكانت الاسره التقليديه كتعرفي دائما كتنتظر الولد. لكن بعد انتظار ديال 4 سنين وصلت انا، وكنت انا النجمه ديال الاسره وسماني نجيمه. السياسه اولا مش بعيده على الموروث الشعبي ابدا، انما كيتكاملوا، والممارسه العلميه او الممارسه الاكاديميه هي في حد ذاتها سياسه. سياسه نمارسها في المدرج مع الطلبه، سياسه نمارسها في الشارع، السياسه نمارسها في البيت ايضا. وانا عاود السياسه ماشي غريبه عليا، لانه انا والدي مناضل في التجمع الوطني للاحرار، ومنه خديت المبادئ الاولى للحزب. وبالعكس انا بالنسبه لي السياسه مدرسه، سياسه اللي فيها قيم، فيها مبادئ، فيها يعني قضايا، دفاع عن قضيه وطنيه، قضيه انسانيه، مش سياسه سياسويه. هذه هي اللي انا كنتبرأ من السياسه السياسويه. طبعا انا سعيده جدا انني اختاريت هذا المجال، اولا لان كانت الاستاذه ديالي الفقيهه ديالي الاولى والجامعه الشعبيه الاولى اللي استفدت منها هي المنزل ديالي، هي على راسهم العميده والفقيهه والشيخه ديالي هي جدتي الحاجه نونو بنت علال الله يرحمها. انا لم انسحب من الحزب، انا خديت قرارات يعني ومواقف خلتني انني نجمد العضويه ديالي في الهيئات السياسيه، منهم المكتب التنفيذي، لان كان عندي وجهه نظر على راسها انه حزب التجمع الوطني الاحرار مش لا يليق له ان يكون في المعارضه. فكانت من بين الاشياء التي انا رفضتها هي انه يدخل المعارضه. تطبيق توجيهات ديال صاحب الجلاله في انه يكون تأنيث، يكون عدد مهم جدا من النساء في الهيئات السياسيه المهمه جدا. فانا كنحمد الله ونشكره لانه في ذيك المواقف اللي خديتها كانت فرصه انه النساء يدخلوا بواحد العدد كبير في المكتب التنفيذي. علاقتي أنا مع الحزب علاقة طيبة جداً، علاقتي مع رئيس التجمع الوطني الأحرار علاقة يعني ودية وجيدة. كان حلمي أكبر، إذا كنت طلبتي أن نكون صريحة معك، كان حلمي أكثر من ذلك. ما زال المغرب لحد الآن ما يعني الأمية ما زال بصمة عار كتخلينا نحس باننا مازال ما حققناش الكرامه المغربيه كما يجب ان تكون. انخراط الكامل يعني اولياء الاطفال، يعني الاباء والامهات، لما نحاربوا الاميه للكبار وكنلقاو بانه في التربيه غير نظاميه عندنا واحد نوع من الهدر المدرسي، غادي كنكونوا أميين كبار بعدين.